اليوم جائحة كورونا بتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. من بين هذه التداعيات فيما يتعلق بتحضير الانتخابات وتدبير الانتخابات هو أنه جميع الأحزاب وحزبنا انخرط في هذه العملية أنه وقعت واحد النوع ديال التغييرات جذرية، أكاد أقول جذرية، فيما يتعلق بتدبير الانتخابات. أولا على المستوى التواصلي، طبعا أنتم تعلمون أنه لا يمكن الآن أن تعقد الأحزاب والمرشحين تجمعات جماهيرية، لا يمكن أن تعقد اجتماعات موسعة إلا في حدود أقل من 25 شخصا وباتخاذ التدابير الصحية اللازمة. أنه كذلك ما يمكنش أنه يمشي الآن مرشح لواحد السوق أو لو التجمع بشري وأنه يدير واحد الحملة ويكونوا معاه واحد المناصرين ديال 100 الناس ولا 50 الناس إلى غير ذلك. إذن جميع، أكاد أقول بأن جميع يعني الأشكال والصياغ ديال الحملات الانتخابية السابقة ما غاديش نعرفوها اليوم، وبالتالي نحن الآن أمام تحدي ديال استبدال وتعويض هذه الطرق التقليدية الكلاسيكية بطرق جديدة، وفي مقدمتها المسألة ديال الرقمنة. طبعا الرقمنة أتحدث الآن عن العلاقة وتدبير المرشحين والمعطيات وتجميع وتحليل المعطيات على المستوى التواصلي، على المستوى ديال العلاقة مع الإعلام، على مستوى عدد ديال الأمور التي كنا ندبرها بطرق يعني عادية، والآن هناك اضطرار أننا ندبرها بطريقة جديدة تستعمل المسألة ديال الرقمنة. الآن كنتواجدوا بخلية تتبع العملية الانتخابية التي كتكون من 30 مناضل ومناضلة، مهمتهم هي تتبع ومواكبة مرشحات ومرشحي الحزب في أقاليم المملكة عبر منصة رقمية وضع الحزب خصيصا من أجل تجميع معطيات المترشحات والمترشحين. وهذه المنصة الرقمية ستمكننا نحن كحزب من أجل تدقيق جميع الترشيحات التي وضعت في جميع ربوع المملكة من أجل تزويد الخلية التقنية المكلفة بوضع الدعامات الإعلانية، وكذلك من أجل معرفة نسبة تغطية الحزب في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية. كل مجموعة مكلفة بجهة من جهات المملكة لها علاقة مباشرة مع الخلية التقنية المكلفة بوضع الدعامات الإعلانية من أجل تسريع عملية إيصال الدعامات الإعلانية إلى المرشح من أجل استعمالها في الحملة الانتخابية.